السلام عليكم أخواتي، كل سنة وانتم طيبين. زهقتي من وصفات العيد؟ جربي الوصفة دي، أحلى تحلية وأسهل تحلية ممكن تجربيها بثلاث بيضات بس. هنعمل هنا كيك جميل هيكفي العيلة زي ما احنا شايفين، جميل جدا. أتمنى طبعا في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك للقناة، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو بتشوفوني لأول مرة يا ريت تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله هتعجبكم. هتلاقوا عليها تشكيلة جديدة من الوصفات والحلويات والمعجنات بأشكال جديدة، وكمان بنقدم على القناة أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا. زي ما هنشوف دلوقتي مجموعة مختلفة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض، سواء وصفات العيد أو مجموعة مختلفة من الحلويات اللي شاركناها في شهر رمضان. للي بيشوف قناتي الأول مرة، دي مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض. أتمنى طبعا تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله هتعجبكم. زي ما احنا شايفين السابلية عملناه بأشكال مختلفة، وكمان بسكوت العيد هيطلع مقرمش وخفيف معاكي بمقادير مظبوطة. كمان هنشوف دلوقتي مجموعة من وصفات شهر رمضان، وصفات جديدة وحصرية بإذن الله هتعجبكم. اللي حابب يتعرف على طريقة الوصفات دي بإذن الله هسيب بعضها لحضراتكم في اللينك اللي في أول تعليق. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفتنا عملناها ازاي. أول حاجة في وصفتنا الاسبونج بتاعنا هنعمله هنا، أو الكيك بتاعنا هنعمله بمقدار 3 بيضات في بولة ناشفة ونضيفة تماما مفيهاش ولا نقطة مية. هنضيف هنا مقدار 3 بيضات. خطوة هنا ان البولة بتاعتك ناشفة ونضيفة تماما بتديكي نتيجة كويسة في عمل الاسبونج، بالاضافة كمان ان هنا زي ما احنا شايفين مع بعض هنا البيض بتاعنا احنا مش هنفصل البيض عن الصفار، هنحط البيض كامل. بنفس الخطوات ضفت هنا حرشة من الملح وشوية من الفانيليا، ودلوقتي هبتدي اخفق هنا الخليط ده كله مع بعض كويس. هياخد معانا حوالي دقيقتين تلاتة لحد ما يعمل هنا زي هنا بغاوي عليها بالشكل هنشوفه. هخفقه هنا دقيقتين تلاتة، وبعد كده باقي اضافاتنا ضفت هنا زي ما احنا شايفين نص كوباية من السكر، وهخلطها كويس مع هنا خليط البيض. وهنا الخطوة دي مهمة طبعا، لازم هنا في عملية الخلط لازم هنا تخفيكي المدة مش اقل من 7 لـ10 دقايق لحد ما تلاقي الخليط يفتحي معاكي لونه بالشكل هنشوفه. ببتدي اخفق هنا من 7 لـ10 دقايق، هبص الاقي الخليط بتاعنا لونه افتح، وطبعا هنا طالما هنا البولة بتاعتك ناشفة ونضيفة تماما بتديكي نتيجة كويسة. لو البولة بتاعتك فيها بواقي مية مش هتلاقي هنا مش هيديكي نفس النتيجة اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. كل ما بخفق بلاقي هنا الخليط يفتح معانا بالشكل ده وتقل القوام بنفس الخطوات اللي احنا شايفينها. ادي هنا الخليط بتاعنا افتح لونه بالشكل ده بعد حوالي 10 دقايق من الخفق. اضافتنا اللي بعد كده وهي الزيت، هضيف مقدار 3 معالق من الزيت، يعني لكل بيضة عليها معلقة واحدة من الزيت. ضفت هنا 3 معالق من الزيت، هخلط مرة تانية لمدة 5 دقايق. عملية الخفق هي العملية المهمة جدا في الوصفة بتاعتنا، وكمان هنا عملية الخفق هتاخد معاكي حوالي ربع ساعة عشان تديكي نتيجة كويسة جدا في عمل الكيك او عمل الاسبونج. بعد اضافة 3 معالق من الزيت ببتدي اخلط مرة تانية كويس جدا بالشكل ده. افتح لون الخليط معانا وتقل شويه بنفس الخطوات كده. هنيجي بقى لاضافاتنا اللي هي الاضافات الجافه. هنضيف دلوقتي نص معلقه من البيكنج باودر، معلقه من النشا، نص كوبايه من الدقيق. ضفت نص معلقه من البيكنج باودر، هضيف دلوقتي معلقه من النشا، بتفتح هنا لون الخليط بتاعك وكمان هنا بيخلي الاسبونج معاكي خفيف. ضفت اخر حاجه نص كوبايه من الدقيق، هخلط الخليط ده كله كويس بالشكل ده. خلطته الاول بنفس الخطوات كده، وبعد كده بالمضرب ضربتين ثلاثه بالمضرب بتاعنا لحد هنا الدقيق ما الاقيه اختفى، وبعد كده هنا الاسبونج بتاعنا هيبقى جاهز او الكيك بتاعنا هيبقى جاهز. بواسطه المضرب بتاعنا ببتدي اخلطه شويه بنفس الشكل كده. خلطته بنفس الخطوات، بعد كده خلاص كده مش محتاج حاجة. دلوقتي بقى هجيب البايركس بتاعنا اللي هنحط فيه الخليط بتاعنا وهنشوف ايه اضافاتنا اللي بعد كده. ادي القالب بتاعنا اللي هنحط فيه، القالب بتاعنا ناشف، هحط فيه شوية من الزيت وهوزع الزيت، وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا. وقبل ما نحط هنا الكيك بتاعنا احنا مولعين الفرن قبلها بحوالي 10 دقايق، اخدت الكيك بتاعي وحطيته في الفرن. بعد كده لحد الكيك بتاعنا مستوى هنيجي هنا نشوف بقى اضافاتنا اللي بعد كده وهنشوف الكيك بتاعنا هنكمله ازاي. طبعا الكيك بتاعنا استوى، هنشوف شكله دلوقتي وهنسيبه يهدى تماما خالص قبل ما هنا ما نحط الخطوات اللي بعد كده. لازم الكيك بتاعك بعد كده يكون بارد بالخطوات اللي هنشوفها دلوقتي. بعد هنا الكيك بتاعنا مستوى وهنشوف دلوقتي شكله بعد ما استوى. دلوقتي جبت هنا كريمة خفق سايلة وحطيت عليها شوية من السكر وابتديت اخفقها، وزي ما احنا شايفين ادي الكريمة بتاعتنا ونوع الكريمة ده افضل انواع الكريمة اللي ممكن تستخدميها. الكيك بتاعنا زي ما احنا شايفين بارد تماما هنا بالشكل بتاعنا ده، وخلاص خلصته. بعد كده بنفس الخطوات كده بعد ما طلع بقى من الفرن وهدى تماما هنا ابتديت جبت هنا نص كوبايه من اللبن، وعملت هنا بواسطه خله او بواسطه هنا عواد الشيش طاووق عملت فتحات صغيره فيها بالشكل ده، وحطيت هنا حوالي نص كوبايه من اللبن.
وبعد كده بعد نص كوبايه اللبن هننزل بقى بكميه من الكريمه وهسيب شويه صغيرين عشان ازين بيهم الوش. ابتديت هنا احطيت هنا شويه من كريمه الخفق على الوش وهبتدي اوزعها بنفس الخطوات واسويها كويس بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. الخطوات اللي بعد كده لازم هنا الكيك بتاعك يكون بارد وهنا الكريمه طبعا بارده، وبعد كده هنحط طبقه جيلي، الجيلي كمان يكون بارد معاكي عشان يديكي نتيجه كويسه. ادي هنا ببتدي اوزع الكريمه على الجوانب كويس بنفس الخطوات كده، وزعتها ومسحت الجوانب بالشكل بتاعنا ده وسويتها على قد ما اقدر. الخطوه الاخيره بتاعتنا في عمل الكيك بتاعنا، هنجيب هنا كوبايه هحط فيها شويه من الميه السخنه، وبعد كده هحط هنا حوالي 3 معالق كبار من 3 معالق ل 4 معالق كبار من اي نوع جيلي انت حباه. انا استخدمت هنا جيلي التوت، ممكن تستخدمي جيلي البطيخ، اي نوع جيلي موجود عندك انت حابه تحطيه، مش شرط اللون الاحمر، ممكن اي نوع جيلي موجود عندك. حطيت كميه من الجيلي هنا بالشكل بتاعنا ده، ضفت عليهم زي ما احنا شايفين، حطيت كميه من الجيلي ضفت عليهم شويه من الميه السخنه، وبعد كده ببتدي اقلبهم واحط عليهم كمان شويه من الميه البارده. والخطوه المهمه في الوصفه بتاعتنا هنا في الجزء الاخير، هنا لازم هنا الجيلي بتاعك كمان هو كمان يبقى بارد ما يبقاش ساخن، لان هنا الجيلي لو حطيتيه ساخن هتبصي تلاقي الكريمه اللي انت حطيتيها دابت معاكي والجيلي نزل تحت. هنا زي ما احنا شايفين ببتدي بعد كده جبت هنا لون غذائي احمر كمان هبتدي احطه على الجيلي عشان يزود درجه اللون معايا شويه، والجيلي بتاعنا هنسيبه يهدى شويه قبل ما نحطه هنا على الكيك بتاعنا، ممكن تحطيه في الثلاجه شويه يهدى قبل ما نحطه على اللي هنا الكريمه بتاعتنا. بعد ما اتاكدت ان الجيلي بتاعي هنا مش ساخن معانا بنفس الشكل كده نزلت بيه على الكريمه، ودلوقتي هناخد وصفتنا ونحطها في الثلاجه ودلوقتي هنشوف شكلها. ادي وصفتنا حطيتها في التلاجة. بعد ما حطيتها في التلاجة بعد حوالي نص ساعة طلعتها من التلاجة، الجيلي مسك معانا. جبت هنا شوية معلقة من الكريمة كده حطيتها في كيسة من اكياس الاكل، وبعد كده ببتدي اوزع بيها خطوط على الوش بنفس الخطوات، وهبتدي بقى هنا اعمل الخطوط بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. وزعت هنا الخطوط بوسط بقى عواد الشيش طاووق، هبتدي هنا اعمل هنا زي اللي احنا شايفينه مع بعض دلوقتي. دلوقتي هسيبها كمان احطها في التلاجة كمان شوية، وبعد كده هنقطعها مع بعض. وادي وصفتنا زي ما احنا شايفين بعد ما بابت تماما هنا الجيلي وتماسك بالشكل ده. دلوقتي بقى هنبدا نقطع وصفتنا. الوصفه دي ما بتاخدش وقت كتير في التلاجة لان احنا حاطين طبق جيلي صغيره على الوش، يعني حوالي مثلا بعد ساعه ونص ولا حاجه ابتدي اقطعيها. بنفس الخطوات كده ببتدي اقطعها، ودلوقتي هنشوف بقى شكل الاسبونج ابيض وجميل من جوه ازاي، وهنشوف هنا شكل هنا وصفتنا من الوصفات الجميله جدا. زهقتي من وصفات العيد؟ جربي الوصفه ديت، وصفه جميله جدا باذن الله هتعجب الكل. ادي هنا هنقطعها على شكل قطع هنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين، هنقطعها على شكل قطعة بالشكل ده، ودلوقتي هنشوف شكلها. بنفس الخطوات كده هتطلع معاكي متماسكة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض. ادي هنا شكل القطعة معانا زي ما احنا شايفين، هنا الاسبونج ابيض وجميل جدا بالشكل ده، وكل هنا الوصفة متماسكة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه. وصفة جميلة اتمنى تجربيها باذن الله هتعجبك وهتعجب كل الموجودة عندك. ندوق بقى وصفتنا زي ما احنا شايفين، كل القطع بتطلع معانا بالشكل البسيط اللي احنا شايفينه. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، ولو بتزورونا لاول مره يا ريت تعملوا جوله سريعه على محتوى القناه باذن الله هتعجبكم، ويا ريت كمان ما تنسوش تدعمونا بالشير مع الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله.